دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة عودة الهدوء بمحلية غرب جبل مرة بعد الأحداث الأخيرة. تماما مع كل المكونات الموجودة في الجلد من كل المجتمع من الشباب والمرأة المقيمين والرعاة قوى النظامية كل المكونات، ويمكن كان اجتماع جامع جدا وتم مناقشة كل الإجراءات المتعلقة بالأمن في الطريق وسلامة المواطنين. لجان المقاومة ببورسودان تدعو لتتريس الطريق الرابط بين بورسودان وجمهورية مصر. الشرطة على غير العادة في تعاملها مع مسائل الإغلاق جاءت بأعداد كثيفة وكبيرة وحصلت نقاشات مع المواطنين. ونزاع حول مجلس حقوق الإنسان بين الإنقلابيين وممثل السودان الشرعي في المجلس. وعرفنا بأنه الممثل السلطات الإنقلابية هنا في جنيف السفير عثمان أبو فاطمة كان قد تقدم بخطاب إلى سكرتارية مجلس حقوق الإنسان ادعى فيه بأنه لم يصلهم يعني الرابط لمشاركة الوفد الحكومي السوداني. هذا إضافة لموجز الأخبار وجولة في السوشيال ميديا، فأهلا بكم مرة أخرى. نستهل بموجز الأخبار وزميل الصادق مصطفى زكريا. لجان المقاومة بولاية الخرطوم تعلن عن 4 مليونيات مركزية خلال فبراير الجاري. لجنة المعلمين في الخرطوم وعدد من الولايات تسير مواكب الوفاء للأستاذ أحمد الخير في ذكرى استشهاده الثالث. المحامون ينفذون وقفة احتجاجية أمام مقر النائب العام بالخرطوم تنديدا بالاعتقالات والانتهاكات ضد المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. موكب تضامني لطالبات الأحفاد نحو مباني مدينة حجار لسكن الطالبات وأنباء عن القبض على مرتكب جريمة الاغتصاب في الداخلية. إغلاق طريق شريان الشمال يكمل أسبوعه الأول رفضا للانقلاب ولا قضايا مطلبية. إغلاق طريقين رئيسيين بولاية البحر الأحمر والقبض على 3 شاحنات محملة بالإبل. مجلس حقوق الإنسان الأممي يرفض اعتماد وفد وزير العدل المكلف ويتمسك بسفير جنيف الذي أقاله البرهان. الكونغرس يعقد جلسة لمناقشة الموقف الأمريكي من التطورات في السودان. استمرار اعتقال 5 ناشطين في الشمالية وعشرات المعتقلين ما زالوا في سجون الخرطوم. البرهان يعين 3 وزراء جدد للعدل والشباب والتربية في حكومة تصريف الأعمال. وفد الإيجاد يواصل زياراته للسودان ويلتقي الأمة القومي والشيوعي ويعلن سعيه لحل عاجل للأزمة السودانية. اليوني تايمز تعقد لقاء تشاوريا مع منظمة أسر شهداء ديسمبر وعدد من الفاعلين في المجتمع المدني. لجان مقاومة دارفور خلال لقائها مع اليوني تايمز ترفض الشراكة مع العسكر وتقول اتفاقية جوبا لم تلبي طموحات الشعب. فتح أسواق جلدو بمحلية غرب جبل مرة بعد إغلاق دام نحو 3 أسابيع والسلطات تلتزم بزيادة القوات والمركبات. ترتيبات لتفعيل نقاط جمارك محليات الطينة كورنوي كتوم ووصول شاحنات محملة بالسلاح من ليبيا. 7 وفيات و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء واستمرار حملات التطعيم. توقعات بارتفاع طفيف لدرجات الحرارة الصغرى صباح الأربعاء في معظم أنحاء البلاد. شكرا صادق. ننتقل الآن أعزائي إلى جولة عبر السوشيال ميديا وزميلي محمد عبد الله. محمد مساء الخير. مساء الخير إبراهيم ومساء الخير للمستمعين الكرام. أها عندك لنا شنو الليلة في السوشيال ميديا؟ الآن الليلة ترند السوشيال ميديا في السودان يمكن ركز على قضية الاستعراض الدوري في مجلس حقوق الإنسان ورفض سكرتارية الجلسة اعتماد وفد وزير العدل المكلف من البرهان لحضور الجلسات وتمسكه بسفير السودان في جنيف علي أبو طالب المقال من البرهان. نعم يعني من ناحية معلومات للناس ما عندهم فكرة،
الإجراء ده يعني هل الحكومة السودانية، مش الحكومة، السلطات، الانقلاب الحالي يعني حكومة الأمر الواقع عندهم يعني جهل بالقانون ولا الحاصل شنو؟ طبعا السلطه الان مطلعه بيان باسم اليه حقوق الانسان والتي تراكها وزير العدل المكلف من البرهان، ووصفوا الاجراء بانه انتهاك صريح لسياده الدوله ومخالفه للتقاليد الدبلوماسيه الراسخه التي ارتدتها الامم المتحده، وقالوا انه منهج لا يخلو من التسييس لعمل مجلس حقوق الإنسان، وإنهم غير معنيين بعقد هذه الجلسة ولن يتعاونوا معها. وكإضافة إنه مجلس حقوق الإنسان أجل الجلسة التي كان مفترض تنعقد اليوم إلى يوم الأربعاء بسبب قضايا تنظيمية بحسب البيان الصادر من مجلس حقوق الإنسان. وهل من المتوقع يعني إنه يعدل عن رأيه ويقبل وفد السودان كما هو يعني الآن؟ والله حتى الآن لا أظن أنه حيقبل وفد السودان كما هو، وحيعتمد الوفد المتمسك به بحسب المؤشرات الصادرة، خاصة أنه 62 منظمة سودانية ودولية كانت قدمت مذكرة لسكرتارية الاستعراض الدوري في مجلس حقوق الإنسان، طالبت فيه بأنه جلسة يعني ما تكرس لشرعية الانقلاب، وأنه دي نقطة جوهرية، وإنه جلسة تركز على قضايا حقوق الإنسان، لكن أيضا لا تعتمد توصيات لأنه الجهة التي تدير السودان الآن غير شرعية وغير مفوضة من الشعب ولا يعترف بها الشعب، وطلبت بإرجاع جلسة اعتماد التوصيات إلى وقت آخر يكون الظروف في السودان ملائمة. الآن جلسة اعتماد التوصيات هي مقترحة يوم الجمعة القادم. نعم زميلي محمد عبد الله، يعني نحن في جولة السودان اليوم بنحاول نتصل بأحد المختصين عشان يكلمنا بشكل مختص حول التعقيدات هذه الوضعية، أنا لا أريد أن أقول هذه المشكلة، لكن الناس في السوشيال ميديا قالوا شنو يعني مختلف المنابر في مختلف المنصات. طيب في مختلف المنصات في السوشيال ميديا يمكن يعني هي مؤيدة لقرار مجلس أو سكرتارية الاستعراض الدولي في مجلس حقوق الإنسان، ونستعرض بعض التعليقات. نور الدين صلاح الدين القيادي في المؤتمر السوداني في صفحته في الفيسبوك قال إنه القرار هو جريمة من الانقلابيين في حق السودان قبل أن يكون وصمة جديدة في جبين الانقلابيين، وقال نذكر أنه المجلس انتخب في ديسمبر من العام 2020 السودان رئيسا بالإنابة ممثلا في شخص السفير علي بن أبي طالب. الحركة الشعبية للتحرير السودان قالت اعتبرت القرار صفعة على وجه قيادات المجلس العسكري الانقلابي وحاشيته من الفلول وأصحاب الأجندات، وطالبت بفضح انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية القمعية والميليشيات ورفض وتوثيق الانتهاكات. ايضا الناشط هاشم مالي قال انه يا حقوق الانسان الماشيين تتكلموا عنها ومرتزقتكم بيقتلوا الناس في الشوارع وينهبوا الناس ويتلبوا في البيوت، يا حقوق الانسان وانتم فيكم انسان. الضابط المستقيل هو المعاش عمر ارباب قال مش بتاع حقوق الانسان كان جايكم هنا وقلت له ما تجينا نحن لسه ما جاهزين، ده في اشاره لزياره الخبير هو الإنسان المكلف من مجلس حقوق الإنسان واللي هو كان المفروض يزور البلاد في يناير والحكومة طلبت تأجيل الزيارة. حنفي لوير قال تحدثون عن إنسان فليراجع كل واحد منكم إنسانيته. مصطفى كنا قال عشان كذا قلنا الانقلاب ده عبارة عن قفز في الظلام وأرضيته هشة وكل شوية تظهر هشاشة النظام الانقلابي. وقال إن المشكلة لسه بالجولة آليات ضعيفة سواء في التعيينات أو التحكم في الدولة حكم الإدارات الأهلية والتنويرات الخامن بها ناسكم. البلال خليل محمد قال الاتحاد الإفريقي علق عضويتنا كثير من الدول والمؤسسات المالية جمدت اتفاقيات ومساعدات يعني هي بقت على حقوق الإنسان. محمد إبراهيم قال أي حقوق إنسان عايزين تستعرضوها، القتل شبه اليومي للأبرياء في جميع أنحاء البلاد ولا الاعتقال والتعذيب ولا حرمان الشعب أبسط الحقوق وسرقة الأموال. أيضا ممكن نستعرض آراء يعني مخالفة لهذا الترند. نعم. رغم أنه هي محدودة لكن طيب فريزول قال ده يونس رباح قال دايرين تسوي لكم حكومة منفى
دي حاجة مماثلة لقصة سوريا اللي بدت بنفس الحاجات دي. وقال المتغطي بالمجتمع الدولي إريان طلال إبراهيم قال كيف يعني ممثلة في شخص علي بن أبي طالب؟ دي دولة ما أشخاص، حتى لو في خلافات ما المفروض ننزل للمستوى ده. أيضا ممكن نقرأ تعليق لأنبر محمد عبدو قال بعد أن تم محاصرة الانقلاب خارجيا وسقوطه داخليا لا يزال الانقلابيون مصرون على الادعاء بتصحيح مسار الثورة، فأين المفر؟ هي مسألة وقت فقط، هذه المواجهة حتمية وكان لابد منها. والنور حامد النور قال هذا هو الإجراء الصحيح، حتى هي لمجلس حقوق الإنسان على الضربة القاضية للإنقلابيين ومن هاونه. زميلي محمد عبد الله، يعني أنت ذكرت إنه زيارة الخبير حقوق الإنسان للسودان تأجلت، ويبدو إنها تأجلت أكثر من مرة، عندك أي فكرة يعني للفائدة نعرف الخلفية؟ الزيارة كان مقرر لها يناير، لكن الحكومة طلبت تأجيله، ويمكن هذا التأجيل يعني تسبب في أزمة للحكومة أو للسلطة القائمة مع عدد من الدول خاصة في الاتحاد الأوروبي، وكان في تنديد واسع سواء كان من مجلس حقوق الإنسان أو السفارات الأوروبية في الخرطوم بتأجيل الزيارة، وطالبت بالإسراع باعتماد زيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان خاصة في هذه الظروف التي تشهد فيها الأوضاع، خاصة أوضاع حقوق الإنسان انتهاكات معروفة وكبيرة. يمكن هذه الزيارة المعلنة، لكن ما عندي معلومة حول زيارات سابقة تم تأجيلها. نعم. طيب يعني زي الخبير ده إذا جاء السودان هنا، يعني هل عنده الحرية بتاعت الحركة أو إنه يشوف أوضاع حقوق الإنسان على الأرض وممكن يشوف اللي بيحصل شنو في المظاهرات، أو تتاح له فرصة اللقاء بمنظمات عاملة في الدفاع عن حقوق الإنسان وناشطين وكذا ومجتمع مدني؟ طبعا من أولويات عمل الخبير المستقل لحقوق الإنسان إنه يلتقي المنظمات العاملة في مجالات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان لمعرفة أوضاع حقوق الإنسان عن كثب في البلاد. دي من أولويات أو من أولويات مهام الخبير المستقل لحقوق الإنسان، ودي الآلية اللي بيقدر يتعرف بها، بالإضافة لأنه في المكتب أيضا المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضا يعتبر واحد من آليات المجلس، وأيضا ممكن يكون واحد من المصادر اللي بيعتمد عليها الخبير المستقل. يعني الزيارة كان حيكون عندها فائدة كبيرة لاستعراض حالة حقوق الإنسان في السودان، خاصة في ظل استمرار القتل، حيث بلغ عدد الشهداء المظاهرات منذ 25 أكتوبر أكثر من 78، بالإضافة إلى آلاف المصابين. فالزيارة دي كانت تكون مهمة في الظروف دي، لكن السلطة القائمة رفضت أو طلبت تأجيل الزيارة، لا أدري ماذا تريد أن تفعل خلال فترة التأجيل، وخاصة أنه أعمال القتل مستمرة. في آخر موكب 30 يناير قتل أحد المتظاهرين وأصيب آخرين، والقتل آلة القتل مستمرة والاعتقالات مستمرة، عدد المعتقلين الآن في السجون يتجاوز 80، وما زالت الاعتقالات مستمرة، وكان آخرها اعتقال 5 من لجان المقاومة في الخرطوم أثناء زيارتهم للولاية الشمالية. هل لديك ما تضيفه يعني مؤخرا قبل ما يعني في هذا الموضوع قبل ما نقول مع السلامة؟ عموما ندعو جميع المستمعين لمتابعة فعاليات جلسة الاستعراض الدوري غدا صباح الغد أو صباح الأربعاء، حتى يعني يقيفوا على الأحداث وما يجري في تفاعل المجتمع الدولي مع القضايا بشكل عام. وأيضا ندعو مستمعينا أنهم يتواصلوا مباشرة معنا في جولة السودان اليوم إذا عندهم أي حاجة عايزين يقولوها. نمرة التلفون بتاع أو هو تلفون واتساب دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. أتمنى لكم وقت طيب وإلى اللقاء. شكرا إبراهيم وشكرا المستمعين الكرام. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. ما زلتم تتابعون جولة السودان اليوم من راديو دبنجا. بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها محلية غرب جبل مرة، خاصة في الجزء الشمالي والشمالي الغربي من نهب للعربات وممتلكات المواطنين، حدث الآن بعض الاستقرار في الأسابيع الأخيرة بعد اجتماع المكونات المحلية بالمنطقة واتفاقها على تحقيق السلم والاستقرار. الزميل محمد عبد الله التقى بالمدير التنفيذي لمحلية نيرتتي ليوضح ما حصل هناك.
مرحبا بك. والله يعني محلية غربي جبل مرة رئاستها نرتدي. يمكن أنا كلفت قبل شهر لإدارة محلية غربي جبل مرة، وقبل استلامي للمحلية يمكن شهدت المحلية جزء من الاضطرابات الأمنية في الجزء الشمالي والشمال الغربي في وحدة إدارية جلدو. وحدة جلدو الإدارية واحدة من الوحدات الإدارية لمحلية غبر الغربي وجبل مرة، تقع في الجزء الشمالي شرقي من الرئاسة المحلية، وفي الطريق الرابط بين بوكرو محلية شمال جبل مرة محلية وسط جبل مرة جولو، وهي الطريق العابر إلى رئاسة الولاية في الجالية. وأيضا الطرق التي تؤدي من جبل مرة إلى نيالا تمر عبر وحدة جلدو الإدارية. شهدت هذه المنطقة بعض الاضطرابات الأمنية تتعلق في النهب للوارد التجارية، عربات الركاب، أمتية المواطنين وحاجاتهم. وأيضا شهدت قرني، منطقة قرني واحدة من المناطق اللي تشملها وحدة جلدو، هي قرية كبيرة برضو كان فيها اضطرابات أمنية. يمكن جلدو المواطنين يعني بعد ما باغت بهم الحال يعني يمكن اجتمعوا واغلقوا السوق لمدة سوقين تقريبا، هي اسواق اسبوعية. تحركت ادارة المحلية مع لجنة الامن المحلية ولجنة السلم والمساحات المكونة من كل المكونات الموجودة في المجتمع هنا، وايضا المدير التنفيذي برضه يتحرك مشى قابل الوالي المكلف وودى تقارير امنيه، لانه هناك اضطرابات امنيه مزعجه جدا بالنسبه للمحليه وللمواطنين. الحمد لله يمكن اتحركنا امبارح يوم الاثنين، مشينا جلدو واجتمعنا مع كل المكونات الموجوده في جلدو من كل المجتمع، من الشباب والمراه المقيمين والرعاه القوان النظامية كل المكونات، ويمكن كان اجتماع جامع جدا، وتم مناقشة كل الإجراءات المتعلقة بالأمن في الطريق وسلامة المواطنين. الجميع حكومة ومواطنين واللجان، وعملنا عد بيننا باعتبار أنه نحن نحافظ الأمن كمواطنين في الطرق الرئيسية بالنسبة للمنطقة. وهذا التوصيف جاء بناء على لجنة السلم والمساعدات المكون من كل القبائل، انه التعيش السلمي اهم من الاجراءات الرسميه بالنسبه للامن. التزموا كل الاطراف، وانا الحكومه بجانب برضه في التزامات من وفر القوه الكافيه، من وفر الاليات بتاع الحركه للقوات المسلحه والشرطه والدعم السريع الموجوده في النقاط، على اساس انه المواطن انهم بالراحه. يمكن قبلها برضو كان مشينا مأمورية تقريبا لمنطقة ودني، هي غرية كبيرة برضو كان فيها إشكالات، برضو اجتمعنا مع كل المكونات الموجودة ويمكن التزموا، وحتى الناس يمكن قريبة كم 20 يوم الطريق بيجي ثالث، ما شهدت أي نهب ولا أي اعتداء على مواطن في ممتلكاته ولا للرعاة والمقيمين. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. تكدست أكثر من 400 شاحنة تعمل على نقل البضائع بين السودان ومصر بسبب استمرار إغلاق الطريق الدولي الرابط بين الخرطوم والولاية الشمالية والمؤدي إلى مصر لليوم السابع على التوالي. حول هذه الخلفية اتصلنا ظهر اليوم بالصحفي الأستاذ أمين سنادة في بورسودان ليتابع معنا آخر التطورات هناك منذ ليلة أمس. والله شوف يعني هي طبعا ما حدث من امبارح أو من مساء أو الأمس، يعني أيوة محاولة من عدد كبير جدا أو عدد معقول من المواطنين في منطقة الترانسيت اللي هي في الشارع بتاع يعني مشهور بجوار حديقة حبيب مفلس، هي قطعت الطريق أمام عدد من الشاحنات كانت متجهة بثلاجات وبضائع إلى جمهورية مصر. نعم. العربية المزرة يعني الشرطة على غير العادة في تعاملها مع مسائل الإغلاق جات بعدات كثيفة وكبيرة، وحصلت نقاشات مع المواطنين، وتم برضو تكريس أو إغلاق المنطقة اللي هي داخلة لشمال الولاية من الاتجاه بتاع شلتين في منطقة الغادسية اللي هي دي بتدخلك على الطريق. أمس الساعة 11 مساء أن يعني بعد آخر الليل يعني تمت اتحركت العربات دي إلى مصر في منطقة الغادسية، والعربات اللي كانت أمام منطقة ترانسيت تم
مشت اللي هي شرطة مكافحة التهريب. نعم. اتحفظت عليها دون معرفة الأسباب شنو. لكن عموما هي يعني دعوات كبيرة من لجان المقاومة بشكل رسمي عبر بيانات وعبر صفحتها على الفيسبوك، وإنه تتم عملية تدريس للشارع أسوة بما يحدث في شمال البلاد. نفتكر بأنه الدعوة قاعدة تلقى استجابة واسعة من المواطنين، لأنه هي واحدة من أشكال التعبير زي ما أسموه هم حماية الاقتصاد الوطني من الطحن. نعم. طيب العربات الأمس بالليل تحركت مشت مصر، يعني عددها زي كم؟ حوالي 18 عربية. 18 عربية. ها في العادة. أيوه. في العادة الشاحنات دي قاعد طوال، يعني تجي بهناك وتمشي ولا؟ لا لا، الشارع ده أصلا ما كان قاعد، يعني ما من الشوارع المأهولة، ويبدو إنه للبعد الجغرافي ما بينه، يعني منك تدخل مصر عن طريق شمال السودان، وما زي إنك تدخل عن طريق شرق السودان بجاي من خلايد. يبدو إنها المسائل حقت الجغرافيا وبعدها من المناطق التجارية في مصر أو وسط القاهرة هي اللي بتخلي إنه يعني الطريق بطريق غير مأهول. إلا هو أصل الآن قد يكون رد فعل الاتجاه ده، هو رد فعل للمسألة الحاصلة من إغلاق الطريق القومي الرابط ما بين مصر والسودان بشمال السودان. نعم. طيب يعني بالنسبة للشرطة حسب معرفتك أنت يعني للحاجات، يعني عربات زي ده جات ماشا شرطة الجمارك وكده قاعد تعمل لها تشيك بشكل روتيني حتى للعربات الثانية، يعني السفريات أو الشاحنات الداخلية؟ والله هو يعني الطريق ما بين يعني الطريق الحلايب ده من فترة طويلة جدا، هو ما طريق مأهول تجاري يعني. نعم. لكن الشرطة هي عندها التواجد بتاعها في هذه المناطق، وسيف في محطة في غيرها، لكن العملية بتاعت ترانسيت دي من داخل بورت السودان يعني. نعم. طيب لزول ما بعرف بورت السودان، ما جا زار المنطقة دي، كده وصف لنا الدريب ده بيجي بوين؟ العربات الشاحنات دي بتجي تخش تطلع العقبة دي بتخش بورت السودان وبعد ذاك بتطلع تمشي لمصر، ولا بتمشي بوين؟ لا المسألة دي ما عندها علاقة مع اتجاه العقبة، الاتجاه التغليدي دي بتجي من منطقة البحر الأحمر أو من مدينة بورت السودان، بتتجه لشمال الولاية اللي هي بتلاقيك أول حاجة المنطقة بتاعت إيت، بعد ذاك بتدخل للمنطقة الأكبر اللي هي منطقة محمد جول، لمنطقة أوسيف، بتدخل لحلايب، أبرمات، شلتين، بتكون دخلتها. الآن الوجود المصري ما من منطقة حلايب. نعم. 22 يعني الوجود المصري، فهي أنت ذا الطريق ما عنده علاقة مع العقبة، وما بعد ما دي إذا جاي من الخرطوم بتجي بالعقبة وبتجي بكذا، بتتجي بالطريق اللي تم ذكره الآن يعني. نعم نعم. طيب بالنسبة للجان المقاومة الناس الدعوات الإغلاق والتتريس وكذا، يعني هل من السهل تتريس طريق زي ده؟ لا صعب، من الصعب، هو بيحتاج إلى مجهود. لكن أفتكر بأنه هذه الدعوات إذا تم يعني إرسالها بهذه الوتيرة وبهذه السرعة من الممكن، ما هو هسه الآن تم إغلاق الطريق في الشمالية. نعم. بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع الفكرة، أنا بقول لك لكنه يمكن يعني. نعم نعم. صحفي أمين سنادة، أنا شاكر لك كثير والله. شاكر جزيل. الله يخليك. انتشرت أخبار حول خلافات تدور في من يحق له تمثيل السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، الذي هو بصدد الاستعراض الدوري لأوضاع حقوق الإنسان في السودان. عبد الباقي جبريل القانوني والمدافع عن حقوق الإنسان يحدثنا عن خلفية هذا الموضوع من جنيف. نعم. اليوم كان من المقرر أن تعقد مجموعة الخبراء المختصة ب المراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان أن تعقد اجتماع الدوري اليوم لمناقشة التقرير المقدم من السودان والنظر في وضع حقوق الإنسان في البلاد، ولكن فوجئنا يعني صباح اليوم بإلقاء هذه الجلسة وتغيير المواعيد إلى يوم غد، وعرفنا بأنه الممثل السلطات الانقلابية هنا في جنيف السفير عثمان أبو فاطمة كان قد تقدم بخطاب إلى سكرتارية مجلس حقوق الإنسان، ادعى فيه بأنه لم يصلهم يعني الرابط لمشاركة الوفد الحكومي السوداني أمس، ولذلك طلبوا التأجيل. ولكن يعني اتضح لنا بكل يعني وضوح بأنه مورست ضغوطات كبيرة جدا
خلال 24 ساعة الماضية، وكان الغرض الحقيقي في واقع الأمر هو إبعاد السفير الشرعي أو الممثل الشرعي للسودان لدى مكتب الأمم المتحدة هنا في جنيف، السفير علي بن أبي طالب عبد الرحمن محمود، ومحاولة يعني تغييره بممثل السلطات الإنقلابية، وفي خطوة طبعا الغرض منها هو كسب المشروعية. إنما على علمنا أنه مورست ضغوطات كبيرة جدا على الأمين العام للأمم المتحدة، على كذلك المدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف، هنا يمكن ربما تكون وصل حتى التهديد من قبل السلطات في الخرطوم، التهديد بطرد البعثة الأممية من السودان حتى وإنه يعني يتم اعتماد السفير رسمي أبو فاطمة كممثل لحكومة السودان. على أي حال تم يعني تأجيل النقاش حول تقرير السودان ليوم غد طبعا قادم إن شاء الله. نعم، هل من المتوقع أن ترضخ الأمم المتحدة لهذه التهديدات أو هذه الضغوطات؟ نتمنى أن لا يتم هذا الرضوخ، لأنه حيكون فيه انتهاك صارخ لقرارات الاتحاد الأفريقي في أكتوبر الماضي، كذلك لبيان مجلس الأمن الدولي بتاريخ 28 أكتوبر، والرأي القانوني حتى لي يعني المكتب القانوني للأمم المتحدة في نيويورك، وكلها كانت يعني بتعترف بالدكتور عبد الله حمدوك هو كرئيس وزراء شرعي للسودان، وبترفض أي قرار تم اتخاذه ما بعد 25 أكتوبر 2021 باعتبار أنها سلطات انقلابية غير شرعية، ولا يترتب أي أثر على القرارات التي تتخذها، وده بينسحب على كل الموظفين على الدور الكبار يعني من وزراء من دبلوماسيين إلى آخره. نعم. فأي تحرك من قبل الأمم المتحدة يعني لكسب الشرعية للحكومة الموجودة في الخرطوم الآن غير مقبول وغير مرفوض، وهناك محاولات جادة بأن لا تتم هذه الجلسة وأن لا تقدم هذه الشرعية. نعم، أستاذ عبد الباقي جبريل، يعني السلطات الإنقلاب السودانية الحالية يعني بتتهم مجلس حقوق الإنسان بأنه سيس الموضوع، أنت رأيك شنو، تعليقك شنو؟ ليس هناك أي، أنا كمراقب يعني بصورة دائمة يعني لأداء مجلس حقوق الإنسان حول الشؤون السودانية، أجزم بأن لا تيسير إطلاقا حول هذا الملف، بل هو يعني اهتمام مشروع من قبل المجتمع الدولي بموافقة الحكومة السودانية باعتبار أنها دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة، وكذلك السودان يعني متواجد في ضابط الأمم المتحدة طيلة هذه السنوات ويعرف التفاصيل، ولكن هي واقع الأمر اهتمام بواقع حقوق الإنسان المزري في السودان، محاولة لمساعدة الحكومة السودانية بأن تقوم بدورها وواجبها القانوني والإنساني في دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع المواطنين أو جميع الناس حقيقة الموجودين في أرض السودان، والقرض الأساسي هو إيقاف الانتهاكات الفظيعة التي تتم في البلاد من قتل، من تشريد، من 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 تخريب يعني. نعم. وهو عمل غير مقبول. نعم أستاذ عبد الوهاب جبريل، طيب احتمال سؤال أخير يعني وممكن يكون برا الموضوع شوية، يعني السلطات الإنقلابية يعني مارست ضغوط وربما يعني التهديد بطرد البعثة الأممية وما استبعد أنها تنفذ الحاجة دي، لكن إذا نفذتها البعثة شنو بالضبط؟ هو طبعا يعني الحكومة الآن هي في طريقة واضح إنه في طريقة للدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي، لأن هي أوردي يعني في مواجهة مع أفراد الشعب السوداني المنادين بالديمقراطية وبالحكم المدني، وأعتقد إنها لا تبالي، ولكن سيكون الثمن يعني غالي جدا جدا لأي نوع من أنواع المواجهة، وليس اتخاذ قرار غير مسؤول بطرد البعثة الأممية، يكون عليه تترتب عليه إجراءات دبلوماسية، إجراءات سياسية، إجراءات اقتصادية إلى آخره. الأستاذ عبد الباقي جبريل القانوني المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان من جنيف، شكرا لك كثير، ونتمنى نتكلم معك بعد ما الجلسة تتم، وياريت تنورنا بعد ذاك الحاصل شنو إن شاء الله. نتمنى لا تتم الجلسة ولا تمنح الشرعية للحكومة، حكومة الأمر الواقع. نعم، شكرا لك كثير. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم من راديو دبنجا، حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.